قطر ابتدت قبل العالم كله هنا عندنا في الشرق الأوسط كله على الخدمات الإلكترونية من خلال نظام يسمونه الجي اي اس اللي عندهم. الآن الخطط العلاجية والدعم ومتابعة الخطط العلاجية بدأنا نرفع إلى 20%، نأتي إلى التقييم الثالث. البلاستيك الضار يحطونه في الأماكن اللي شغلها سريع، يعني ما مطولة. المختصر بتشوفونه إن شاء الله الأربعاء الساعة 9 المساء.